بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة رقم 2 في الكارديو باسكولر أسيسمنت. بدأنا بالحلقة الأولى وكنا نتكلم فيها عن الهيستوري تيكينج، وهذه المرة حنتكلم عن الكاردييك إكزامينيشن. الكاردييك إكزامينيشن زي ما قلنا في الماضي لازال بشكل صعوبة كبيرة جدا بالنسبة لكثير من الطلبة والريزيدنتس، حتى الأطباء اللي بيروحوا للـ MRCP أو اختبارات الزمالة. إن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول نبسطه الآن بحيث أنه يكون بسيط جدا. إن شاء الله بنهاية هذه الحلقة يكون عندك زي السكيفولد، أنك أنت الأمور مرتبة في ذهنك، تقدر تكون عندك زي الأرفف system. You have to build a system for yourself، أنك أنت تحط فيه المعلومات. لما يكون عندك الأرفف هذه تقدر تدخل فيها المعلومات بصورة جيدة، وبالتالي تسترجعها إن شاء الله لما تحتاجها. طيب، الكارديوفاسكولار إكزامينيشن في جزئين. جزء جنرال إكزامينيشن زيه زي أي أذر سيستم، وجزء كارديك إكزام الهارت نفسه. الجنرال إكزامينيشن بنبدأ، يعني أنا للأسف بلاحظها كثير في طلبة وأطباء وريزيدنتس وأخصائيين، إنهم أول شيء بيبدأ يمسك اليد أو يبدأ يفحص المريض، يحط السماعة، مستعجلين إن إحنا نحط السماعة، وبنتخيل إن إحنا هنحصل على الدياجنوسيس بمجرد إن إحنا نحط السماعة، والكلام هذا مو صحيح. ترى الطب جزء كبير جدا بيعتمد على الحواس، ومن أهم الحواس العين. لما بتنظر في الطفل you can get a lot of information that you cannot get it بس بمجرد وضع السماعة. أبدأ بالجنرال إكزامينيشن، هتسأل سؤال إيش أسوي في الجنرال إكزامينيشن. فيها حاجتين مهمة اللي هي الأنثروبوميتريك ميجرمنت، الويت والهايت والهيد سيركمفرنس. تمام، هذه مرة مهمة. الويت is يعني failure to thrive زي ما قلنا في الحلقة السابقة is a sign of heart failure، وبالتالي uncontrolled heart failure حيسبب لك إنه الولد will not gain weight. يصير الويت والهايت والهيد سيركمفرنس، هذه أشياء مرة مهمة. الشيء اللي بعد كده النيوتريشنال ستاتس، لما نحطه في الولد حيبان عليه إذا كانوا مرازمك أو زي ما بيقولوا جلد على عظم، فهذا معناته it's a sign, significant sign of heart failure مرة تانية. طيب، يصير هذه أربع أشياء: الويت والهايت والهيد سيركمفرنس، وتضيف لها نيوتريشنال ستاتس. وهذه very sure way of scoring marks في أي exam. واحد الانثروبوميتريك ميجرمنتس، الشيء الثاني الفايتال ساينس. الفايتال ساينس حنبدا بالهارت ريت، زي ما قلنا انه التاكيكارديا از ا ساين اوف هارت فيلير، ات كود بي ساين اوف اريثميا، ات كود بي اسوسييتد وذ تشست انفيكشن ويتش كان بريسيبيتيت الهارت فيلير، ات كود بي اسوسييتد وذ انيميا، والانيميا كان بريسيبيتيت هارت فيلير. سليبنج تاكيكارديا از ا ساين اوف روماتيك كارديتس. في الكواساكي disease they get tachycardia. التاكيكارديا مره مهمه في الكاردييك اكزامينيشن. شيء ثاني التكيبنيا، الريسبيراتوري ريت. لما حتسال الام وحتشوف الولد is he tachypneic، again tachypnea could be sign of heart failure، it could be sign of pneumonia، والنيمونيا كان precipitate الهارت فيلير. يصير الهارت ريت، الريسبيراتوري ريت، البلد بريشر. انتوا تصدقوا انه في واحد من ال congenital heart disease you can exclude it, almost excluded by blood pressure. مين يقدر يفكر فيها في دقيقة واحدة؟ الكواركتيشن اوف ايورتا. لو قست البلد بريشر في الابر ليمب وفي اللور ليمب والتقيت انه ما في ديفرنس اكثر من 20 مليمتر اوف ميركوري، ذس از اجينست بريزنس اوف كواركتيشن. تمام، او العكس بالعكس، اذا قست البلد بريشر في الابر ليمب واللور ليمب التقيت انه السيستوليك هنا مثلا 100 والسيستوليك هنا 60، ف now we most probably talking about coarctation. خاصة لو حسيت اللور ليم بلسز والتقيت انه هي weak pulses، فيصير difference in blood pressure plus absent او weak pulses في اللور ليم، this is a sign of coarctation. طيب، يصير مرة ثانية الهارت ريت، الريسبيراتوري ريت، البلد بريشر، التمبريتشر. تمبريتشر كثير من الانفكشن سواء فايرال او بكتيريال انفكشن كان بريسيبيتيت الهارت فيلير. اتس هاي تمبريتشر از ا ساين اوف روماتيك كارديتس، كود بي اسوسييتد وذ كاواساكي ديزيز، انفكتيف اندوكارديتس. فشايفين بس مجرد الفايتال ساينس والانثروبوميتريك ميجرمنتس يو كان هاف ا لوت اوف انفورميشن فروم ذات. يصير هذه في الجنرال اكزامينيشن.
الشيء الثاني لما نبدا looking at the patient, please 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 try to resist to touch the patient. انا دائما اشوف الطلبه والاطباء يجوا اول حاجه يمسك اليد ويبدا يفحصها. أدي نفسك دقيقة واحدة. Try to resist touching the patient and just look at the patient. تمام. Looking at the patient is really important. You will get a lot of information that you might lose it by touching the patient. المشكلة لما تيجي تقرب من الطفل خاصة لو سنتين أو ثلاثة سنوات حيبدأ يبكي منك. طول فيه هل هو cyanosed؟ هل في أي dysmorphic features؟ فحنبدأ بالgeneral examination دحين يصير head, hand and leg. لا تسوي زي الآخرين يبدأوا مرة تانية بالهاند لما أنت حطول كده you missed this part and you missed this part. أبدأ بالفيس. تمام. الفيس is he cyanosed؟ تمام. هل في central cyanosis؟ هل التنج بلو ولا لا؟ هل في dysmorphic features؟ ولما بنتكلم عن dysmorphic features mostly بنتكلم عن الcommon syndromes زي الداون سيندروم الترنر سيندروم الادوارد سيندروم. هل في signs of dysmorphic features؟ هل في signs of respiratory distress flaring Allen's eye؟ flaring Allen's eye is a sign of respiratory distress. طيب هل في sweating of the forehead؟ تمام. هل في أي oxygen؟ معناته this patient is kind of critical. تمام. Look for the dental hygiene if the patient is old enough because poor dental hygiene can affect negatively the heart. فيصير هذه واحدة من الأشياء المهمة الفيس. بعدين حتنتقل بعد كده للهاند. في الهاند you will look mainly for clubbing of the finger which is associated with long standing cyanotic congenital heart disease. There could be other causes of clubbing of the finger زي chronic suppurative lung disease زي chronic liver disease. تمام. It could be familial بس احنا هنا حنركز على الهارت. هذه واحد يصير الـ clapping of the fingers, الـ peripheral cyanosis and signs of infective endocarditis. الـ infective endocarditis is not a common disease. تمام. والـ signs of infective endocarditis زي الـ Janeway spots اللي هي عبارة عن painless spots here أو الـ osler nodules اللي هي عبارة عن painful spots في الـ pulp of the finger أو الـ splinter hemorrhage اللي هي عبارة عن linear lines below beneath the fingers. هذه كلها very uncommon. You see it maybe in 5% of infective endocarditis. فيصير هذه وصلنا للهاند الآن. في شيء مهم جدا طبعا الـ pulse rate, الـ pulse volume, asynchronicity with the other hand and with the lower limb. فحتشوف الـ volume. If the volume is low pulse volume it could be a sign of aortic stenosis أو حتى الـ patient is going into shock. لما تلتقي الـ heart rate عالي قلنا مرة ثانية what does it indicate. اللهم صل على سيدنا محمد. الريثم if you have irregular pulse this is a sign of arrhythmia. So face, hand and legs. في legs في عندك حاجتين مهمة. طيب اللي هي اللور ليمب إديما. وأنا بشوف ناس كثير بيحطوا يدهم هنا to examine for the lower limb edema. فما المفروض انه الواحد يروح في اللاترال سايد تمام اوف ذا ليج؟ لا المفروض يكون في الميديال سايد تمام على تشين اوف ذا ليج اند يو بريس فور ميبي 2 3 سكندز اند يو فيل فور لوور ليمب إديما. تمام. اللوور ليمب إديما اجين از ا ساين اوف هارت فيلير. ات كود بي اسوسييتد وذ نيفروتيك سيندروم. ات كود بي اسوسييتد وذ ليفر ديزيز اور فوليوم اوفرلود. الساكرال إديما از ويل از ا ساين اوف جنراليزد إديما. يصير هذه واحد. الشيء الثاني لوور ليمب بلسز. ولو تتذكروا قبل دقائق كنا بنتكلم عن اللوور ليمب بلسز. اف يو فيل ذا بلسز اند اتس بريزنت سواء في الدورسال سبيدس او في البوستيريور تيبيل هذه حتكون if you feel the pulse it's against presence of coarctation. وبالعكس if you have weak pulses أو absent pulses خاصة لو في difference في systolic blood pressure between the upper and lower limb this is a sign of coarctation till proved otherwise. There is another disease that you can have a hint to diagnose من the pulses اللي هو PDA. لو حسيت the pulses are collapsing pulses bounding pulses دف 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 حاسسة قوية هذه this could be a sign of PDA. ممكن بعض الـ other diseases like aortic insufficiency can give you bounding pulses. A truncus arteriosus can give you bounding pulses. فكده خلصنا general examination. حنعيد نلخص الكلام اللي قلناه قبل شوية. أول حاجة الـ anthropometric measurements weight, height, head circumference. الـ weight failure to thrive is a sign of
uncontrolled heart failure خاصة لو في malnourishment, vital signs, heart rate, respiratory rate, and the blood pressure added to this temperature. It's worth it to mention here to add to the vital signs the oxygen saturation. If you have oxygen saturation above 95, this is against cyanotic congenital heart disease. Does not rule it out completely, but it's very unlikely to have a cyanotic congenital heart disease if you have a saturation more than 95. But then تروح للface, hand, and leg. في الفيس you should look for signs of respiratory distress, central cyanosis, dysmorphic features, sweating of the head, and dental hygiene. في الهاند you're looking for clapping and peripheral pulses, then signs of infective endocarditis and the pulses, and the lower limb you should examine for the pulses, and you should examine for the lower limb edema. بعد كده احنا كده انتهينا من الـ general examination, then we'll go to examine the heart itself. الهارت حنروح بنفس السيستم اللي بنتبعه في كل الـ examination اللي هو inspection, palpation, and auscultation. Percussion is not really important in the cardiac examination. In inspection, you look for four or five signs. أول حاجة, you will look for median scars, اللي هو either median sternotomy or lateral thoracotomy. أول ما تشوف median sternotomy, you think about major congenital heart disease like VSD, AV canal, DORV, TOF. هذه كلها بتيجي من median sternotomy. Lateral thoracotomy, they use it usually for PDA coarctation. These are the main two diseases. أحياناً البيتيشن, بس mainly you would talk about PDA خاصة في البريثيرم والكواركتيشن. فيصير looking for scars, هذه واحد. Looking for visible pulsation, هتشوف البريكارديم, can you see any visible pulsation? And visible pulsation, it indicates hyperdynamic circulation, hyperdynamic heart. خاصة لو long standing, left to right shunt مثلاً, هتلتقي في visible pulsation. حطل فيها في الأبيكس أو في البريكارديم بصفة عامة. النكست ساين اللي هي ساين أوف ريسبيراتوري ديستريس مرة ثانية اللي هي إيش؟ انتركوستال أند سب كوستال ريسيشنز. طيب الانتركوستال وسب كوستال ريسيشن بترجعنا مرة ثانية لساينز أوف ريسبيراتوري ديستريس, تمام, اللي هي ريليتد للهارت فيلير, تكيبنيا, تكيكارديا, ريسبيراتوري ديستريس. الانتركوستال اند سبكوستال ريسيشن. اخر ساين اللي هي البيريكارديال بلج. البيريكارديال بلج تلتقي هذا الجزء من البيريكارديوم كده طالع لبرا, and this indicates long standing or chronic left to right shunt lesions. Usually it causes dilatation of the heart and you will find a pericardial bulge. احد حيجي يسالني على البيكتس اكسكافيتم والبيكتس كاريناثم. Those two are not due to cardiac lesion. They might, if they are significant, they might affect the function of the heart, but those are not due to cardiac disease. بيصير الانسبكشن احنا بنطلع على ايش؟ على السكارز, تمام, visible pulsation, pericardial bulge, and intercostal and subcostal recessions. This is inspection. الجزء الثاني اللي هو palpation. Palpation برضو will look for four or five things. اول حاجة الابيك سبيث, تمام. ايش تعريف الابيك سبيث؟ اللي هي lowermost, outermost pulses, تمام. فحتبدأ هي normally it presents at the fourth or fifth intercostal space تحت النبل في الميد clavicular line. طيب فأنت بتقعد تحس فين outermost, lowermost, تمام, palpable pulse, وتحدد مكانها. بعدين تبدأ تشوف فين المكان هذا يقع. هنا عندك السكند intercostal space اللي هي مقابلة للنتوء اللي هنا, تمام, هذا السكند, تعد الثيرد, الفورث, الفيفث, بعدين تبدأ تنتقل. أيوة, هي مثلا في الانتيريور اكزيلاري لاين أو في الميد اكزيلاري لاين. اللي بشوفه دائما الطلبة بيسووا إيش؟ إنه هو يجي في هذا المكان اللي هو النورمال ويحط يده زي كده ويقول it is here. لا, أنت تحدد مكانها أول, بعدين تحدد الأحداثيات حقتها, فيصير هذه الأبيك سبيد. ولما تكون الأبيك سبيد شيفتد, هذه معناته في left ventricular dilatation. طيب فإحنا كأننا it's indirect measurement of the left side, هذه واحدة. طيب بعدين عندنا two types of apex beat. ممكن تكون tapping, تحس إنه في شيء كده بيدق في يدك. طيب وهذه it's usually associated with pressure overload lesions زي aortic stenosis أو coarctation. النوع الثاني heave,
ان هي تخبط في اليد. It is sustained heave and this is usually associated with volume overload. يصير هذا بالنسبة للأبيك سبيد واحد. الشيء الثاني اللي هو البريكارديال هيف أو رايت فنتريكولر هيف عادة بتكون في الباراستيرنال أريا، تحط يدك زي كده وتحس هل في أي هيف هنا أو في الأبيكاستريك أريا. طيب وسواء حسيتها في الإبيجاستريك أريا أو في الباراستيرنال أريا this indicates right ventricular pressure overload. فنحن كأننا بنقيس القلب بنشوف الليفت والرايت سايد اوف ذا هارت how is it enlargement or not. فهذه حاجتين. الحاجة الثالثة بتحس لل palpable second heart sound. Palpable second heart sound بتحسه في second left intercostal space and it indicates pulmonary hypertension. Very loud second heart sound لدرجة انك انت بتحسه. بتحس pulsation في هذا المكان which indicates a palpable second heart sound and this is a sign of pulmonary hypertension. آخر شيء بتحسه اللي هو thrill. طيب والثريل بتحسها في كل الأماكن الأربعة اللي أنت بتسمعها اللي هي في الأبيكس وفي اللور ليفت سترنال بوردر وفي البولمونري أريا and in the systemic area. وكلها هذه indicates when you feel a thrill it indicates that the murmur is grade 4 or more and this is usually significant murmur, this is not innocent murmur anymore. تمام. هذا الانسبكشن. باقي لنا الاوسكالتيشن. والاوسكالتيشن اخر شيء وهو دائما الناس they think that the cardiology is only stethoscope. وانا اقول لكم من دحين انه الstethoscope it represents an important part but it's not everything. كل اللي قلناه هذا عبارة عن دعائم لليور اكزامينيشن إلى ما توصل للأوسكالتيشن which will take you to the close area of diagnosis. طيب احنا دحين حنتكلم عن الاوسكالتيشن. معظم الناس بيحسوا انه الاوسكالتيشن هو اهم شيء في الكارديوفاسكولار اكزام. وترى يا جماعه صدقوني الكلام اللي قلناه هذا كله في الفتره الماضيه مره مهم لانك انت توصل للدياجنوسيس. انا مو مهم بالنسبه لي انك انت كجنرال بيدياتريشن تقول لي هذه فور شور از ات في اس دي ولا اي في كانال ولا دور. ذس ويل فايند ات اوت ايذر باي كارديولوجي اكزام ولا بالإيكو بإذن الله تعالى. لكن أنا مهم بالنسبة لي أنك أنت تقول لي he had most probably a left to significant left to right shunt lesion أو أنه البيشنت in heart failure ولا he's cyanosed. هذا المهم to pick it up. طيب في الأوسكالتيشن قلنا أن احنا هنفحص الفور areas اللي هي الميترال area, tricuspid area, pulmonary area and the aortic area. طيب وهي هذه تمثل تقريبا الـ Z-shape. لما حتسمع what you hearing for, what you listening for, تمام؟ إذا ما في ذهنك شيء معين حتدور عليه ما حتعرف أنت بتدور على إيش. فأنت حتدور على heart sounds, حتدور على murmur وحتدور على added sounds, any other added sounds. طيب heart sounds أحد يفكرنا كده بسرعة؟ فكر بينك وبين نفسك إيش heart sound, first heart sound بتكون من إيش والsecond heart sound بتكون من إيش. First heart sound بيتكون من الكلوجر حق السيميليونر فالفز اللي هم الميترال والترايكاسبيد فالف. طيب السكند هارت ساوند بيتكون من الكلوجر حق الايورتيك اند بولمونري فالف. تمام. يصير نعيدها مره ثانيه. الفيرست هارت ساوند بيتكون من الكلوجر of the AV valve, the atrio ventricular valve, and second heart sound بينتج من الكلوجر حق السيميليونر فالفز اللي هم الايورتيك اند بولمونري فالف. طيب لما يكون عندنا سيفير ميترال ستينوزس او سيفير ترايكاسبيد ستينوزس حتعطينا مافلد هارت ساوند. تمام. المافلد هارت ساوند كمان او الديكريز فيرست هارت ساوند بيكون اسوسييتد وذ بان سيستوليك ميرمر اللي حنيجي نتكلم عنه بعد شويه. السكند هارت ساوند له اهميه كبيره في الواقع. اهميته انه if it is accentuated it could be a sign of TOF او TGA او most importantly it could be a sign of pulmonary hypertension. لما حتسمع السكند هارت ساوند في البولمونري اريا ويكون عالي هذه this could be a sign of pulmonary hypertension. واحيانا لما يكون مره عالي السكند هارت ساوند تسمعه يضايقك في السماعه، تحب انك انت تشيل السماعه من اذنك، حاسس انه it's a bit too much. تمام. فهذا بالنسبه للفيرست والسكند هارت ساوند. في عندنا علامه مهمه كمان في السكند هارت ساوند اللي هي fixed split second heart sound. هذا بيجي مع ايش؟ حاولوا تفكروا كده لثواني.
عادة هذا بيجي مع الـ ASD أو partial anomalous pulmonary venous drainage. كيف بي how does it sound a fixed split second heart sound loop trub loop trub loop trub فيصير fixed معناته during inspiration و expiration and it's a split second heart sound. فلما تسمع ولد يجيك عمره 5 سنوات أمه بتقول لك إن هو ما بيجري زي أصحابه، ما عنده نشاط زي أصحابه، نحيف شوية، ما هو زي أخوانه، وتحط السماعة في البولمونري أريا تسمع ejection systolic murmur وتسمع fixed split second heart sound. This is most probably والله أعلم ASD till proved otherwise، خاصة لو عنده في الـ ECG RSR prime pattern. تمام. فهذا بالنسبة للسكند هارت ساوند. خلصنا الاسكلتيشن بالنسبة للهارت ساوند. هنبدأ المعضلة الكبيرة اللي هي الميرمرز، اللي هي ناس كثير بيخافوا يا ربي حتجيني ميرمر ما حتيجي ميرمر، is it systolic is it diastolic. أنا أقول لك كإكزامينر as a cardiologist أنا ما المفروض إن أنا حاسب أي candidate سواء undergraduate ولا postgraduate for diastolic murmur because it could be very confusing. عشان كده معظم الميرمرز اللي هتسمعها في البراكتس او في الاكزام هتكون سيستوليك ميرمر. طيب السيستوليك ميرمر could be divided into two parts according to the timing, either ejection systolic murmur or pan systolic murmur. نبدا بالبان سيستوليك ميرمر. اول شيء بان يعني في خلال السيستول كله، والبان هذه لها كاركتر معين، بتصحى في الصباح كده معلش تذكروها كانها هانجري فايت ايتس ذا فيرست هارت ساوند، فالهارت ساوند بيكون مفلد بتسمعها وحت وحت وحت. تمام. اتس بان او بيسموها ريجرجنت ميرمر، فبتكون شغله السيستول كله بما فيه الفيرست هارت ساوند، وعاده بتكون في الليفت لوور ستيرنال بوردر. طب ايش الاسباب اللي حتى خلينا نسمع البان سيستوليك ميرمر؟ هي تقريبا 4 ديزيزز المهمه اللي لازم تعرفها. الفي اس دي في الليفت لوور ستيرنال بوردر، أختها الكبيرة الـ AV canal, atrio ventricular canal, tricuspid regurge and mitral regurge. هذه الأشياء اللي أنت تحتاج أنك أنت تعرفها. طبعاً it could be VSD أو could be DORF، لأنه DORF عبارة عن a kind of VSD، بس يعني VSD لها special physiology و special anatomy. تمام؟ it could be VSD, it could be AV canal, it could be DORF, it could be truncus arteriosus، لأنه truncus arteriosus جزء منه هو الـ VSD. تمام. فإذا سمعنا murmur في الـ left في lower side of the heart around the apex in a patient 2 to 3 months old presenting with symptoms and signs of heart failure, it could be VSD VSD VSD, it could be طبعا AV canal, it could be DORF, it could be truncus arteriosus. فهذه الأشياء اللي لازم تحطها في بالك، وكلها الأشياء اللي قلتها يعني في الكومبوننت منها، خاصة أن الدورف وترانكس أرتيريوزس الناس ما تعرفه كثير، فهو في الباثوفيسيولوجي حقه وفي الأناتومي حقه في VSD. بس for you as undergraduate students you have to know it could be VSD, it could be AV canal, tricuspid regurge or mitral regurge، وقلنا الكاركتر حقها. طيب الإيجكشن سيستوليك ميرمر، الإيجكشن سيستوليك لو تخيلنا أنه هذا السيستولي وهذا الفيرست هارت ساوند وهذا السكند هارت ساوند، حتسمع عادة الفيرست هارت ساوند واضح، وبعده بشوية حتبدأ تسمع الإيجكشن سيستوليك ميرمر and it ends here. فهي it does not occupy the whole systole، هي حتكون في جزء من السيستول بس، وعادة بتاخد شكل الكريشندو ديكريشندو أو الدايموند شيب اللي هو شت شت شت. تمام. هذيك قلنا هذه تشت تشت تشت، لو لاحظت اني قلت بفمي الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. فانت عشان تفرق بينهم الاثنين اول شيء تشوف اللوكيشن حقك فين. اذا كان في البيز اوف ذا هارت هير في الابر ستيرنال سايد وسامع الفيرست هارت ساوند، ذيس از جوينج مور وذ ايجكشن سيستوليك ميرمر. اذا كانت اسفل this is going more with pan systolic murmur. طيب ايش الديفرنشال دايجنوستس حقها؟ هتبدا تسمع اذا كنا في الاورتيك اريا it could be aortic stenosis, it could be coarctation. اذا كنا في البولمونري اريا it could be pulmonary stenosis, it could be ASD، وخاصه لو قلنا معاها fixed split second heart sound. اذا تحت الكلافيكل الليفت كلافيكل فاحنا معناته بنتكلم عن PDA، وخاصه لو في بري تيرم.
فهذا الفايف ديفرنشال دايجنوسيس. طبعا اذا كان ساينوزد بيبي مثلا، خذ السيناريو هذا، جاتك ام في العياده معها طفل عمره 6 اشهر والولد ساينوزد، هي دي ساتوريتنج الاكسجين ساتوريشن حقه اراوند 75 80، وحطيت السماعه هنا وسمعت ايجكشن سيستوليك ميرمر هارش جريد 3 ايجكشن سيستوليك ميرمر، سمعته for this is الله اعلم TOF till proved otherwise. Oh, it could be anything with PS, like it could be DORF with PS, it could be AV canal with PS, it could be just a VSD with PS. فهذا differential diagnosis حق المرمر. طبعا it could be simple PS أو إذا قلنا إنه معها sinosis فبنتكلم عن TOF, DORF PS, AV canal PS and VSD PS. هذا differential diagnosis حق الإيجكشن سيستوليك ميرمر. طيب الدايستوليك ميرمر إيش موضوعه؟ دايستوليك ميرمر I have to admit it's not common in pediatric age group. طيب إيش اللي سبب لنا دايستوليك ميرمر؟ ممكن mitral stenosis, tricuspid stenosis، وزي ما ذكرنا قبل كده these are very very unusual cases في البيرياتريك age group. المايترال stenosis بيجي أكتر شيء مع either congenital and this is very rare أو could be with long standing rheumatic fever, rheumatic arthritis. التريكاسبيد stenosis مرة ثانية it's very rare disease and it could be congenital congenital tricuspid stenosis. فهذول two diseases. The other two diseases pulmonary insufficiency والpulmonary insufficiency ممكن يجي مع pulmonary hypertension أو يجي مع واحد من ال diseases اسمه TOF absent pulmonary valve. TOF التوف absent pulmonary valve أو could be بعد عمليات التي أو إف لما بيسوي الجراح بيسوي release للobstruction للright ventricular outflow tract obstruction بيصير في leak في الفالف فبتسمع إذا في residual stenosis وفي leak بتسمع systolic وdiastolic murmur. يصير تكلمنا عن pulmonary insufficiency آخر شيء aortic insufficiency. يصير نعيدها مرة ثانية mitral stenosis, tricuspid stenosis, pulmonary insufficiency, aortic insufficiency أو truncal valve insufficiency. هذه هي diseases اللي تعطي لك diastolic murmur. كيف تسمعها؟ تسمع الفيرست والسكند هارت ساوند وبعده حتسمع الدايستوليك ميرمر. فمعناته ايش؟ لو سمعت اي ميرمر غريبه ما انت قادر تحددها موست لايكلي اتس ا دايستوليك ميرمر، لانه معظم الحالات اللي حنجيبها في الاختبار هي سيستوليك ميرمر. طيب ولما حتسمع الميرمر يو هاف تو ديسكرايب فيو ثينجز لايك اللوكيشن اوف ذا ميرمر فينا بالضبط في اي اريا، الانتنسيتي اوف ذا ميرمر جريد 1 2 3 4 5 6. جريد 1 عارفين ان احنا حيكون بصعوبه جدا انك انت تسمعها، جريد 2 اللي هي ممكن تسمعها في وسط هادئ، جريد 3 اتس ريزونبل تو بي هيرد، جريد 4 اول ما تبدا تحس الثريل معناته يو توكن اباوت جريد 4 اور مور، جريد 5 اول ما تحط السماعه يدوبك لامس الشيست وول ذيس از جريد 5، اذا بعدتها 1 مليمتر بعيد عن الشيست وول ذيس از جريد جريد 6. فيصير تشرح اللوكيشن، الجريد، الكاركتر، الراديشن، does it change with position ولا لا. خلصنا من الميرمر وعرفنا ايش الديفرنشال دايجنوستس حق السيستوليك ميرمر، either ejection systolic murmur او pan systolic murmur او diastolic murmur مع الفور unusual diseases. خلصنا كده الاوسكلتيشن. واخر شيء يبغى لك تسمع البروي over the head just to exclude if there is any AV malformation في الهيد. طيب حتسمع في الـ temporal part of the head if there is any bruvi أو تسمع على الليفر if there is any venous hum on the liver. تمام كده أنت خلصت الأوسكلتيشن. حيبقى لك شيء واحد إنك أنت you listen for the basis of the lungs عشان if there is any crepitations. Presence of crepitations is with either pneumonia or heart failure. تمام but absence of the crepitations does not exclude heart failure completely. So you listen at the basis, both bases of the lungs. تمام. أو إذا كان الطفل he's fit enough, you can sit him down and listen to the back. طبعا في ناس كثير بيعتمدوا على الجالوب to diagnose heart failure. Heart failure ما يعني الجالوب. إذا كان الجالوب موجود, it's one more sign that the patient is in failure. Absence of gallop does not exclude heart failure. آخر شيء you have to examine
the abdomen, the liver, تمام, or hepatomegaly. Hepatomegaly again is a sign of heart failure. كل يوم حتشوفونا الناس اللي بيشتغلوا في الكارديولوجي حتشوفوا انه كل يوم we come and examine the patient for respiratory rate, heart rate, weight gain, liver. Is the liver regressing ولا لا؟ إذا كانوا regressing, this is a good sign of control of heart failure. ال splenomegaly is a sign of infective endocarditis. By this, inshallah, you would have completed your exam. السر هنا يا جماعة انك انت you repeat and repeat and repeat the exam. كل ما تخش على اي مريض, حتى لو حالة neurology, حتى لو حالة gastroenterology, examine the heart, examine the cardiovascular system. It's a skill that you will gain بإذن الله تعالى at your eyes, at your mind and tips of your fingers. أتمنى أنكم أنتم كده يكون عندكم صورة واضحة بإذن الله تعالى عن الكارديوفاسكولار examination. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.